الطواريج طريق لاستراحة واختباء زوار كربلاء. ما الذي سيطلعنا عليه الفيلم؟ سيطلعنا التقرير عن من هي مدينة طواريج الهندية تاريخياً، ولماذا سميت بهذا الاسم، ومجموعة القصص عن كيف ومتى تم بناؤها وموقعها الجغرافي، والتي تعد هي نقطة استراحة زوار كربلاء. وسنتعرف عن متى تأسست هذه المدينة، كذلك سنتعرف عن تاريخها، ونتطرق إلى الفترة الزمنية المرتبطة بالفترة الملكية وانطلاق ثورة العشرين إلى أن نصل إلى الفترة الزمنية التي كانت بعد احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية، وكذلك ماذا قدمت هذه المدينة من شهداء ضد داعش الإرهابي، وماذا قدمت هذه المدينة لسكانها بشكل خاص والعراق بشكل عام. ننتقل بعدها إلى أهم الأسماء الأدبية والفنية والرياضية التي خرجت من رحم هذه المدينة وتعلق سكان المدينة بهذه الأسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك عيوني؟ الأستاذ هلا مرحبا. قول لي بايش كان اللبن؟ 2000 يا حبيبي. هذا 2000؟ 2000. والدهن الحر؟ 12 يا بعد عمري. 2000؟ عرفتني؟ لا أهلا أستاذ حسن هادي بعد عمري. الله يحفظك يا بعد. دزوني عليك مخصوص. يا أهلا وسهلا. قالوا أنت مو أقدم محل. لا مو أقدم محل، بس أقدم طفل موجود هنا. يعني وجهك صغير. شوي عندي كم سؤال. تفضل. عن سوق النسوان. اعطيني خردة. ما عندي، خلي مشي معاميلك. مشي مشي يا بعذرونا. تعال اوقف. عذرونا قلبي. لا اوقف اوقف. تعال اوقف اوقف. اخذني بالمنطقة. تفضل تعال هنا استاذ حسن. تعال منا تفضل. بعد عمري اشكرك. يا اهلا وسهلا استاذ حسن حبيبي. شلونكم اغاتي؟ تفضل. بس اريد افتهم ليش سموه سوق النسوان؟ هنا انا اول ما بسطه بين النساء، كثره النساء الدلالات اللي يبيعن اغراض منزليه، واللي يبيعن سوق خضار ولبن، وهذا هذا يسموه هيك يعني. بصرين بالقاع نساء. يعني ما كانت محلات هنا؟ ماكو محلات. ماكو كانت؟ لا ماكو. كان بيوت هذا، وبعدين تحول البيوت الى محلات. اها يعني هي هاي التسميه الاصليه بالضبط. يعني اول ما بسطت بين النساء. زين هاي النسوان يعني منين تجيب حاجياتها؟ يعني من بيوتهم. يعني سدا اشوف الستة مثلا، اشوف مثلا انت لبن ودهن. احنا نشتري من الريف، اهل الريف يجيبون ينزلون هنا ونشتري. فهن هم قبل جوز نفس الشيء. هم يجيبون يبيعون نفس الشيء. والدلالات. والدلالات يبيعوا شراء من داخل البيوت ايام الحصار والحرب العراقيه الايرانيه. من صارت قام يبيعون اثاثين وغراثين هنا، يبيعون بهن ماعين واحذيه وهدوم عطش مال بيت. يعني شلون هسه نقول حاجب 10 حاجب؟ بالضبط بالضبط بالضبط. ايوه يعني شحتهم غراض بالبيت زايد تنباع على مود يعيشون ايام الحصار. يعني العازه مال قبل كانت تجبر المراه هي اللي تجي تبيع. اي فعلا فعلا. شوف الكسره مال قلب. اي هيها. يعني اكيد كانت المواعين هاي الدرجه الاولى. اي اشكال اشكال القواري اللي بيها صور مثلا عبد الكريم قال. اشكال حتى اخشاب البيوت، حتى حتى البطانيات. اوف ماكو شيء ما ينباع باب السوق. اوف فعلا هي مأساة. احنا كنا عايشين هي مأساة. هي ايام ايش قد صار لك بهذا المحل؟ ما يقارب ال 25. ازيد ازيد بال 25. ازيد 25 سنه. تتذكر بطفولتك من كنت تمر منها؟ مدرستك وين؟ اتذكر مدرستي هنا مالك الاشتر. ها يعني هنا قريب. هنا كان هذا الشارع خالي. ايه؟ مجرد خالي، ما بي اي بشر يمر نهائيا. عدد دوام مال المدرسه. والنساوين احتمال ماكو. لا ما بي اي بشر. ماكو اي بشر. بس بيوت كان. بيوت. لكن من بيوت مغلقه على على انفسها، ما لهم علاقه بشر. بيوت يعني كل بيت بيته معروف اصحاب البيوت. ايه هنا معروفين. هذا بيت حج فاضل الله يرحمه، هذا بيت حسن رشيد عبد الرشيد عنبار معروفين، هذا بيت جماعة عباس يعرفهم أزين من عدي يعني. اها لأن ذاكرتي ما ساعدني أنا على في دول عينك. هاي الله يخليك. هاي العفوية والفطرة الحلوة على راسي. الله هاي تدخل قلوب الناس في دول عينك. يعطيك العافية. يعني نقدر نقول مثلا هاي البيوت كانت كلها ملك لناس. ملك لناس. لا تزال ملك لناس هي.
لكن فتحت محلات. فتحت محلات. يعني اتذكر البيوت القديمه كان فيها مثل البراني، يصير قريب على الباب. هي البرانيات هسه مثل المحل هذا، وهذا المحل، هاي البرانيه، وهذا البيت هم يعني فتحوه مال الخطاطير بالضبط. فهم طقوها، طقوها المحلات هيك شيء، لان بعد ما يسكنين صار سوق فسووها محلات. زين هسه ما تشوف اكو يعني هواي كثره من الناس هم مو من طويريج؟ مسواق طويريج ارخص المدن الموجوده هسه. لا كباعه مو المحافظات، كثره نزوح. البشر نزول، احنا ناسنا معروفين والغريب معروف، هذول اغلبهم غرفه واغلبهم من الريف. زين بس نسحوا. اهل برج نسحوا لهنا، اغلب الناس اهل المدينه معروفين، يعني بيت فلان بيت فلان قليلين، والباقيين هاي كلها غربه. شلون استقبالكم للنازحين؟ يعني اكو نازحين اجوا مثلا بعازم. احنا اهل طويرج معروفين بكرامنا وشيمتنا وغيرتنا على الناس، فانهم الاولويه على بيوتنا. يا عيني هذا طبع اهل الهنديه، هذا نفس الطبع القديم على وضعه، على وضعه. ما شوف البيردون اخرين مدينتنا ما حد يعمرها اخر. هاي زين، هاي لا يعمروها ان شاء الله، لا ما حد يعمرها، ولازم يصلحوا مو بديهم ما يعمروا هذول نهائيا. انا اقول لك خل سمعهم صوتي، كل مسؤولين اللي راحوا وبزمن احمد حسن بكير وسمن صدام وذول الموجودين ما يعمرون هاي المدينه. ليش ما يعمروها؟ لا مو بصالحهم هاي المدينه، هاي المدينه هاي نقطه، هاي نقطه انطلاق مو بصالحهم الى الامام الحسين. مو بصالحهم حجي، مو بصالحهم، هاي بس جماعه الحسين يعمروها. ونعم بالله ونعم بالله، سلام الله عليك يا سيدي يا مولاي. سؤال اخير، ليش سموها طويريج؟ هاي مفرق طرق تربط بين كربلاء والحله والنجف، والزائرين كلهم يلتقون هنا، مبيتهم اكلهم حاجتهم غلطهم كلها لا بطويريج. بطويريج فهي مفرق الطرق هي هنا، يعني حتى اذا يتواعدون يتواعد بطويريج. مو انا عندي معلومه يعني ما اعرف هاي بيا زمن، يقول لك كانوا يجون زوار الامام الحسين. لا يزال على نفس الوضع، يجون يحتمون هنا ليلا، يباتون بالبيوت، يتفتح ابواب اهل طويريج لا يزال للزائرين، ويحتمون خوفا من اكتشافهم لانهم رايحين بمسيرهم. نعم الله، رحم الله والديك عيوني، نسى يعطيك الكل. لا لا احنا ما خلينا اي. يا عيني شوف ايش قد طيبين، رحم الله والديك، شوف الطيبه بعدي. العفو استاذ العزيز، انا اشكرك. هاي المدينه من قديم لحد الان هي فاتحه بيوتها للزائرين، فهي ملتقى الزائرين. نعيد، هاي نقولها ناكدها، هاي المدينه ملتقى الزائرين خاصه بالحسين سلام الله عليه. هاي هنا كل زوار الحسين من اي محافظه يجون اي بيت هو بيت يا بعد عمر، يعني من ذاك الزمان يحتمي بيه وانتهى بسلم او غير سلم. على هالحكايه الحلوه اعطيني كيلوين، مو كيلو على راسي، على راسي سوي كيلوين. يا اهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرزقك، ربي يحفظك. احنا عندنا لبن وقيمر، قيمر تجيب مو؟ لا لا بس هاي شغلتي، دهن حر، دهن حر، شيء دهن حر. ها وهذاك شنو زبد؟ هذاك هذا الزبد، هذا الدهن حر. ولبن ناشف بالضبط، والزبد زبد دهن حر. هذا كله منين؟ من الارياف يجيب؟ من الارياف، لا من الارياف ما زالوا لحد الان. لا يزال، اي طبعا لا يزال ما شاء الله، هذا انتاج مدينتنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا اني علي استاذ العزيز ما اخذ. لا 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 علي خطار، يوم تبي يوم خطار، انت اليوم خطار. اسمعني انا اريدك ترتاح بعد ازحه، تذكرنا هناك. اعزائي المشاهدين، يعني اهل طويريج فعلا على هذا الرجل مثال واحد من عندهم، كريمين نفس، طيبين، كلهم نفس طيبين، دائما دائما يفتح لك قلبه قبل ايده ويمد لك ايده قبل لسانه. شكرا جزيلا لاهالي طويريج، لانه لكم. دائما دائما يخلونا نقول ذولا تاج راسنا. ممنون وشكرا لكم يا غالي، اهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا، الله يشكركم الامر. ممنون، اهلا وسهلا بكم. ممنون، ميه هلا بالاسلام. يلا مع السلامه، الله يسلمك ومرزوق ان شاء الله. يا اهلا وسهلا بك، الله يخليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. شلونك حجي عباس؟ شلونك قلبك حجي عباس؟ مو صحيح ان شاء الله. ان شاء الله الله يخليك. اهلا وسهلا بك. طبعا سالنا قلنا منو القدامه بهذا السوق؟ نعم. فقالوا حجي عباس. قالوا اكو اقدم من عندي بس الموجود حاليا انا. انا ردت واحد من القدامه. نعم. بهذا السوق. اكو موجود اقدم من عندي بس الموجود حاليا انا متواجد. جماعه ما متواجدين اقدم من عندي يعني. نعم. اي فعلا. زين انت يعني متوارث هذا المكان؟ نعم نعم هذا سابقا كان بيتنا. نعم. اي بعدين صار هو محلات. هذا كان قبل سوق الصح ولا سوق النساء ولا زال سوق النساء؟ كان بيوت هذا ما كان محلات. ما كان محلات. اي يعني هسه هذا كان بيتك؟ نعم نعم. بيتك لو بيت الوالد؟ بيت الوالد يعني بيتنا دا اقول مو بيتي. أي. بيتنا يعني ايش منه كل احنا العائله. نعم. اي وكذلك كانت كلها بيوت وبعدين صارت محلات كل من يعني. هذا سابقا ما كان سوق؟ لا 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 هو سوق النسوان اسمه بس كان بيوت. كان بيوت ماكو محلات. نعم. كان نسوان على الطرفين منا ومنا نبيع عن مخضر يبيع عن قمار دهن من يعني دلالات. دلالات يعني من يا سنه تحديدا يعني طلعت تسميه سوق النساء يعني بالثمانينات؟ بالثمانينات. بالثمانينات. بالثمانينات يعني توقع صحيح؟ نعم نعم. يعني بعد الثمانينات ما تغيرت التسميه لهذا السوق؟ لا لا باقى على نفس الاسم. بقى نفسه. نعم نعم. يعني يختص بشيء معين هذا السوق؟ يعني مثلا يختص بالزوالي؟ لا يعني لا ما ماكو اختصاص هنا. ماكو. نشوف عده مصالح. نعم. عده محلات كل ما نفتح شيء احذيه بهارات احنا هنا سجاد ومنزليه اقمشه يعني متنوعه. يعني مو شرط انه مثلا لا لا لا. هذا يتميز لا. السوق بفلان سلعه مهن او شيء. متنوعه كل من عنده مهنه بباله اجى فتح. نعم. هنا على باب الله ولا كان بيته وسوى اي او جا مستاجر او جا من خارج الولايه يعني نعم نقول احنا البراوين احنا نطيح لهم لان القرويين اجوا لنا هماتين اجروا هماتين صاروا اصحاب مصالح هنا وقاعد ياكلون خبزه ويانا الحمد لله وشكرا. زين اصحاب المحلات بل. يعني كلهم ذولا كل هاي بيوت مثل بل. ما قلت. نعم. يعني كلهم هسه يعني اي محل هسه اروح له راح يقول لي انه هذا نفس الحال نفس القصه مالته انه هم بيته و لا اكو مو بيته هسه هذا كان هنا اي بيت اشتراه واحد وبعدين فلشه يعني دخل فيه مو فلشه ككل لان باقى معانا بعدها موجوده. يعني الطابق الثاني ايه يعني بقى بيت. بقى يعني بيت. اكو احد ساكن يعني وغير به بعض التغييرات حتى يستاجره يستفاد من عنده يستثمره. ايه. هاي سوالك يا مثل كانت غرف هاي على الشارع سواها محلات. زين انت وين ساكن حجي؟ يعني بنفس المكان؟ لا لا انا ساكن بحي جمعيه. يعني البيت لما فلشته وسويته انتقلت لغير مكان. انتقلت لغير مكان وبقى يعني. نعم. الطابق الثاني همينه لو لا الطابق الثاني ايه؟ يعني مو ذاك مو مال سكن. مو مال سكن. مو مال سكن لما من سوينا هذا هذاك همناه. اها صحيح. ايه؟ حجي عباس بلي اريد تقول لنا انه شنو اهم شيء يفتقر الى مدينه طويريج؟ ايه سابقا كانت عندنا هنا معامل تشتغل يعني نجيب الكهل البطاله. صحيح. كانت عندنا مثل معمل السكر، معمل الالياف. هاي اندثرت راحت. انغلقت. كانت هواي معيشه عوائل يعني كانت ايدي عامله كلش هواي تشتغل بها. بالاربع يعني بال 2000 3000 حاله نعم. تشتغل ترد لهم يشتغلون العالم ماكله من عنده نعم. خبز. مستفادين رواتب يعني رواتب بعد نقول انه الواقع الاقتصادي الواقع الاقتصادي يعني كان احسن مدينه طويريج ايه؟ كان احسن للواقع الاقتصادي بالفعل اي زين ايش وقت كان احسن يعني بالثمانينات بالثمانينات بل بل يعني من تاسس هذا السوق الواقع ايه؟ الاقتصادي بالثمانينات والدهور بعد اكثر من سنه 2003 واليوم اها يعني ما تسلط الضوء على هاي المدينه لا لا ما مهمله مهمله مهمل. يعني ناشدته هذا انت شوف انت بعينك هذا وسوق صحيح هاي احنا بدنا نسويها يعني ايه؟ احنا من نجي نشارك محل اثنين ثلاثه اربعه نجمع يعني اهالي مدينه طويريج هم اللي احنا نصلح يعني بيدينا ايه مجاري يعني هذه على 60 مره احنا نسويها اهالي مدينه طويريج ايه بس زين ايه؟ يعني لا مشروع لا فد شارع تبلط هنا ما عدا بس الاحياء اكو واحد بس هن الاحياء نعم. واحد يذكرها
مثل عندك الحي العسكري قسم من الجمعية، بس هنا للمدينة مهملة مهملة، قسم بعض الأحياء شوية صار بيها تطور. زين كزراعة، كزراعة عندنا الزراعة لأن صارت تسأل تقول له شنو هذا، يقول لك طابو زراعي بس توزع 64-70 قطعة راعي. أها يعني الأراضي الزراعية يعني كانت من الثمانينات هنا كان زراعة استغلوها للسكن. للسكن عندك انت بالثمانينات كانت هنا المدينة يمكن الثانية الثالثة بزراعة الشلب. جميل. هي شلب والعالم ما يعني شلون اقول لك؟ نعم. بيفد مردود على الفلاح يجي يشتري، كانت قدرة شرائية أكثر من هسه. نعم. كان الفلاح يروح يسوق يطوف مبلغ يجي يتمضى على أهله والعائلته. تغيرت شوية يعني تغير الواقع، واقع بعد 2003 يعني تغير الواقع هذا السوق لو بقى على نفس عاداته تقاليده؟ يعني فالتغير شيء طفيف، مثلا اكو كان محلات ما كان مفتحة كانت بيوت هم استغلوها ايضا سووا يعني على نفس الطريقة. نفس الطريقة، نفس الطريقة. فشيء بسيط يعني. زين همنا جوي مسؤولين هم مثلا ناشدتوا احد من يعني من قبل انه انت تقول انه من زمن طويل انه مدينة طويرج مهملة؟ مهملة. زين ما صار شيء انه مثلا انه ما حد يجي زارنا وقال اشتردون ما تردون ناشدتوا وصلتوا شفتك ما شفت غيرك. اها ايه شفتك ما حد يجي في يوم سال هنا يا بشتردون هذا السوق نطوركم نسمع راح نطور لكم يا راح نسوي لكم ما بس وين الصدق كل شيء مو زين. بشنو يعني يشتهر هذا السوق عدا موضوع انه كان دلالات ويبيعون ويشترون منها انطلقت تسميه سوق النساء؟ يعني اكو احداث معينه تتذكرها سابقا؟ يعني قلت لك نسبه لما كان قبل مصر المحلات كانت هذه بيوت وكانت النساء على الطرفين منا ومن هنا، هو هاي التسميه جت من هاي السالفه. زين انت اعطيتني كل هاي الاسباب. نعم. واغلبها طبعا للاسف سلبيه. سلبي. زين اكو شيء ايجابي تقدر تقول لي؟ والله اكذب عليك الا اقول لك شيء ايجابي، كل ايجابي ماكو. احنا شفنا الشيء الايجابي انه طيبتكم الله يهديك وواحد يعرف الثاني. احنا المفروض هسه احنا نضيفكم قبل ما تصورون في دول قلبك، نضيفكم اقل شيء هسه عصير باري شاي حتى ناكل. وجودك ويانا الله يخليك اكبر ضيافه طبعا. بس صارت على عجله مو صحيح؟ أي. صحيح. زين يعني لان واكون ممنون لو تضيفونا اليوم يعني غداكم يمنا. تسلم والله انت والكادر مالكم واكون تسلم. ممنون طبعا احنا بنهايه هذا لقائنا الجميل اريدك توصل رساله. نعم. بالنيابه عن اهالي مدينه طويريج يعني مو بس السوق، يعني انت تمثل هسه احد سكان مدينه طويريج، اريد تناشد يعني بشنو طالبون بشنو تريدون يعني ايش عندك؟ والله يا ريت يجي فهد مسؤول يزورنا. نعم. يشوف طلبات العالم يعني مثل هذا السوق يتطور. اهم متطلباتكم شنو هي؟ والله متطلباتنا اللي تخص الولايه كلها. أيه؟ انه يرجع هذا المعمل يشتغل حتى العالم تاكل له خبز. المعمل وين صار هذا المعمل؟ معامل بحي ابو جوعانه. نعم. ايش قد يبعد؟ ايش قد يبعد تقريبا منه؟ كيلو. أيه. المعمل شنو يختص؟ كان معمل سكر السائل، كان بعده منتجات معجون وما معجون يعني ذني شغلات كلها ذني حوين. شلون معمل تعليد؟ نعم. اي كبير معمل يعني جت الشركه العملاقه اللي سوته خذ فتره اشتغلوا وبعدين النكت. يا ريت هذا يشتغل غير معمل يشتغل حتى العالم خطيه هاي البطاله الشباب تشتغل تاكل. نعم. لخبزك وراهم عوائل. والله يا ريت. أعزائي المشاهدين طبعا من خلال برنامجنا برنامج الشباب عن طريق قناة الأيام الناشد ويا أبو عباس أحد أهالي مدينة طويريج، وإن شاء الله أنه نتأمل أنه يتغير واقع مدينة طويريج وبالأخص هذا المكان وهاي الوجوه الطيبة، إن شاء الله يتحقق لهم اللي يريدوه أبسط حقوقهم، هذا حقوقهم. ونلتقي.
هذا نهر الفرات العظيم. أعزائي المشاهدين، احنا اليوم مع قائم مقام قضاء الهندية أو المتعارف عليه الشائع ويريج، المهندس منتظر الشافعي. مرحبا بك ببرنامجنا شباب. وفعلا هاي المنطقة اللي هي طويريجية شبه من شباب العراق. خدمتكم، شرفون. والشبة تعرف يعني أستاذ منتظر هي الحزمة، الوتد الموجود بمضيف القصر. أريد تتحدث لنا سيادة القائم مقام عن هاي المدينة، ليش سميت بطويريج؟ شرفون وأهلا وسهلا بك. تدوى العين. قضاء طويريج، قضاء الهندية، أحد أقضية كربلاء المقدسة. نعم. تأسس عام 1859 في عهد الدولة العثمانية. أول قضاء إدارياً سموه وحدة إدارية في عهد العثماني. نعم. واهتموا بهذا القضاء العثمانيين باعتباره بوابة كربلاء المقدسة. وكل الزوار من محافظة الوسط والجنوب من إيران يمرون بهذا القضاء. نعم. إلى مركز المحافظة لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين. سلام الله عليك. أصل كلمة طويريج لتسميتين أصل حسب ما تقول روايات. الاسم الأول هو معنى تو واي ريتش، كلمة إنجليزية تو واي ريتش، التقاء طريقين. التقاء ملتقى طريقين فسموها تو واي ريتش. هذا الإنجليز سموه كلمات كلمة إنجليزية. ولهذا هم بالأكسنت مالتهم يدمجوها مباشرة. تو واي ريتش. والكلمة الثانية طويريق، مصاغ لكلمة طويريق. طريق نعم. الزوار دائما منا كان. نعم نعم. طريق الزوار الإمام الحسين فسمى كلمة طويريق. كلمة أصل هندية، آصف الدولة الهندية عندما زار العراق في ذيك الفترة السابقة ما كان يكون نهر بهذا المكان، كان نهر الفرات فقط في منطقة الحلة. صح. من سدة الهندية نهر الحلة. طلبوا من زوار الإمام الحسين بأنه فد هدية لزوار الحسين، فالرجل تبرم بمبلغ مالي لشق نهر يوصل إلى قبر الإمام علي سلام الله عليه في الكوفة. فالرجل تبرع بمبلغ مالي، العشائر العراقية في وقتها تكفلت بالموضوع، فكل عشيرة تحفر المنطقة اللي قبلها مقابل منطقتها. يعني كل عشيرة تتكفل بحفر المكان والنهر، وهكذا صار لإيصال الماء إلى قبر الإمام علي سلام الله عليه في النجف في الكوفة. فبالتالي انفتح هذا النهر وكمل خلال فترة معينة من السنين. شاءت الأقدار بأنه النهر الأصلي يصير هذا كبر النهر توسع، ونهر الحلة نوعاً ما صغر اندثر أقل. نعم. نعم. فصار النهر الفرات الرئيسي هو هذا. أها. نعم. ولهذا الهندية سميت بالهندية نسبة إلى آصف الدولة الهندي. آصف الدولة، يعني عندنا معلومة أي سنة؟ يعني هو المفترض عام 1870، يعني أيام الدولة العثمانية. نعم نعم. ودليل ذلك العشائر اللي كانت موجودة في الديوانية في مناطق اللي محتاج على ذاك النهر القديم انتقلت كلها ورا ما انتهى اندثر النهر القديم. نعم. انتقلت للمناطق هنا. اها. فهواي عشائر عندنا من عشائر الديوانية، عشائر الأصيلة، عشائر العربية الأصيلة انتقلت للسكن في قضاء طويريج عفوا. طبعا هو هذا النهر أو الهندية. نعم. يوصل قلت لحد الكوفة مرورا بالشفيل بالكوفة ويعبر اتجاه السماء وباقي المناطق. أنا دا أشوف يعني بهذا القضاء المأثرة العمرانية الوحيدة اللي واحد يقول فعلا أكو مأثرة عمرانية في قضاء المسيب أو العفو قضاء الهندية هو هذا الجسر. هذا الجسر يعني حسب معلوماتنا أنه أيام العهد الملكي بني. طبعا. أيام أعتقد الثورة العمرانية بالعهد الملكي. سولف لنا عنه أستاذ منتظر. بالفترة الملكية بوقت الملك فيصل الثاني. فيصل الثاني. نعم. باشا نور السعيد رئيس الوزراء العراقي. نعم. شكل بمجلس الإعمار. نعم. لأجل تنفيذ مشاريع فيها العراق. نعم. كان كل أسبوع يفتحون عدد من المشاريع فيها العراق. صح. كان هذا ضمن الأسبوع الثاني أو الثالث في حملة الإعمار الكبيرة. إيه من بينها يعني مدينة الطب يعني في بغداد. تراوح ويا هذا حتى جسر الجمهورية. نعم. أعتقد مدينة الطب. لا أو جسر السنك ما أعرف يعني. المهم افتتحوا جسر، فكان ضمن ثورة الإعمار أيضا بناء جسر. كان بوقت الوزير ضياء جعفر وزير الإعمار. نعم. رئيس الوزراء كان باشر نور السعيد. نعم. فكان هذا الجسر عام 1956 افتتاحه ضمن حملة الإعمار، وكان عندنا صور موجودة ضمن متحف القائمة المقامية. نعم. الصور مال افتتاح نور السعيد وأهل طويريج كانوا مستقباله. نعم. فهذا الجسر عام 1956
انفتح هذا الجسر. نعم. هو جسر كومباكت يجمع بين الكونكريت بين الحديد، تصميم مالته الديزاين مالته، لذلك هو جسر قديم، لكن احنا خلال قبل تقريبا 7-8 سنين جددنا عليه وسوينا اعمال صيانه، صار ترميم عليه، وصار ترميم عليه اجل الحفاظ عليه. نعم. عندنا جسر ثاني هم من بنيه الهنديه، ذاك الجسر المقابل اللي هو هذاك. نعم نعم، ذاك الجسر هم مهم جدا، هم يفيد ابناء قضاء الهنديه، هو اكثر شيء يفيد ابناء قضاء المحافظات الوسط والجنوب، كان كل المحافظات مال الوسط والجنوب يمرون عن طريق هذا السنتر المدينه. نعم. كان الزحامات تصير هنا. نعم. تعرف الديواني وبصره وعماره وناصريه كلها زياره الامام الحسين ما يكفي هذا الجسر. اي سنه بني ذاك؟ هذا عام 2013 كمل وتم افتتاحه هالسنه هاي، واخذ اعمال صيانه نواقص، بس بالتالي هو دخل الخدمه وما بقي نواقص حاليا. ممتاز. ايه. هذا المنشا او البناء مالته هل هو عراقي لو كانت شركات لا أجنبية؟ لا، شركات اجنبيه، شركات انجليزيه بالتعاون مع الشركات العراقيه. صحيح. مو انا دا اشوف هسه نوعيه الحديد المستخدم. أي. مهندس منتظر، عبالك مثل جسر الصرافيه، يذكرنا بجسر الصرافيه اللي قريب على ذاك التصميم، قريب عليه، هو نوع الكومباكت، هو هذه الطريقه الانجليزيه اللي نعم اللي دائما. نعم. اعتقد نفس الجسر الموجود بسيدني باستراليا. أه. بس ذاك الجسر أكبر منه للأعرض، يعني هذا الشكل المصغر. هو هذا التصميم بسيدني باستراليا وموجود بطويريج في كربلاء المقدسة. شو اسمه ذاك الجسر؟ والله هذاك الجسر الهندية الثاني الجديد سميناه، وهذا القديم. هذا القديم. نعم. ممتاز. عندنا نية لإنشاء جسر ثالث مقابل مستشفى الهندية العام ذاك الصوب، لأجل يعني تدري احنا قضاء طويريج وعندنا قضاء جدول الغربي وعندنا مستشفى الهندية العام الوحيدة. نعم. صار عندنا فكرة وكملنا تصاميماته. نعم. تظهر توفير التخصيص المالي لبناء جسر ثالث مقابل مستشفى الهندية العام. التصميم موجود، محتاج 6 مليارات لاجل البناء، وان شاء الله منتظر سنه 21 بلكت يتوفر المبلغ لاجل البناء. ممتاز، يا رب التوفيق. الله يبارك. طيب استاذ منتظر، يعني من خلال هذه المنطقه، من خلال هذا القضاء طلعوا ثوار وايد، يعني وخاصه بثوره العشرين، عندك فد معلومه او عندك فد قراءه عن هذا الموضوع؟ عليكم السلام والرحمه. الله مولاي، الله يعزك سيدي. عندكم يعني استاذ منتظر، وخصوصا اكو عندنا باحث اعتقد كتب 4 مجلدات، ما يحضرني اسمه، دكتور فلاح البياتي، المخصوص المخصوص عن طويريج. نعم نعم، دكتور فلاح فضل البياتي، رجل معروف، ذكر اعتقد ذكر جزء جدا مهم عن ثوار ثوره العشرين اللي من اهالي طويريج. يعني قضاء طويريج قضاء نشط، هو اتسم بالكرم بالجود استقبال الزوار امام الحسين. نعم. وركضه طويريج التاريخيه اللي هي اكبر. نعم. شعيره في العالم. صح. كان انطلاقتها من هذا. صح. المكان. صح. ركضه طويريج تاسست عام 1881، كان انطلاقتها من هنا ابناء طويريج، لكن هي لها ارث تاريخي. نعم، انطلاقتها من هنا. نعم. اتجاه كربلاء المقدسه، لكن. نعم. صارت هي شعيره عالميه. صح. اهالي طويريج كان لهم شرف التاسيس والمشاركه الان حال محل بقيه العالم. طويريج مشهورة بمدينة نشطة سياسيين. نعم. نشطة سياسيين. ثورة العشرين شاركت طويريج، عشارة طويريج بها بقوة. وحتى عندنا صحيفة بريطانية سمت طويريج قلب ثورة العشرين. أها. باعتبارها العشارة الصامدة واللي قاتلت قتال مرير للإنجليز. من الصحف القديمة. نعم. يعني احتمال لندن أوبزيرفر أو الاندمنت البريطانية أو التايمز، صحيفة التايمز البريطانية. أها. موجودة. نعم موجودة. فهي نشطة واتسمت وتميزوا أهالي طويريج باتباعهم تطبيقهم لتوجيهات المرجعية الرشيدة من وقت السيد أبو الحسن الأصفهاني واللي. نعم. قبله واللي وراه، هم ناس ملتزمين دينيا، عشائر محافظة، عشائر عراقية أصيلة. نعم. والحمد لله يعني حتى الأحداث والمشاكل قليلة جدا في قضاء طويريج. صح. حتى الأجهزة الأمنية ما تعاني أي مشاكل. صح. إلا ما ندم. نعم. بالتالي قضاء طويريج نشط هادي. منو من الأسماء اللامعة الموجودة بطويريج؟ والله هواية يعني أسماء. بكافة الاختصاصات، خلنا نأخذ الاختصاص العلمي، الاختصاص الثقافي، الاختصاص الأدبي. يعني إحنا عندنا هواية أسماء، يعني الناس اللي مثلنا إحنا نحاتين، نحات أحمد البحراني. أحمد البحراني النحات العالمي المشهور. أي. أي. اللي أعتقد سوى كأس الخليج. أعتقد هو اللي صممه. تمام. وأيضا عنده مشاريع هواية عالمية. صح. على جانب تحياتنا صديق، طبعا من اعز اصدقائي احمد البحراني، كان ويا طالب مع تميم الجميله. نعم. وهو طويرجاوي الاصل. عندنا دكتور بشير اللي سوى عايش في بريطانيا، خالد بشير ما احضر اسمه، دكتور كلش مشهور وابن طويريج، هو جراح عالمي ونحات عالمي
عندنا رئيس الوزراء الأسبق سيد نور المالكي همات من طويريج. نعم نعم. عندنا هواي شخصيات عاشت في قضاء طويريج. نعم. وانطلقت من هنا حتى على عندكم أيضا شاعر غنائي لطويرجاوي معروف مطرب عبد الأمير لطويرجاوي أيضا. أيه. يعني مدينة زاخرة بالعلم، مدينة زاخرة بالناس الطيبة، فنانين، علماء، حتى علماء بكافة الاختصاصات العلمية والأدبية. ولا ننسى حج جاسم طويرجاوي النويني اللي هو عميد المنبر، عميد المنبر الحسيني حج جاسم الله يرحمه، يعني رحمة الله على روحه. البارحة عندنا كان افتتاح للمجسم والنصب التذكاري له، البارحة كان حفل افتتاح، بس اذا تكملون تشوفون النصب التذكاري ان شاء الله. هذا طويل ابتزازا بهذا الرجل، وهاي هاي التركه اللي مفرحه ونفتخر بها حقيقه. احنا سوينا له نصب تذكاري يعني، وعندنا كذلك هوايه شخصيات ما تحضر اسمها صعدت من طويلج، وحقيقه جابت الفخر لاهل طويلج. فاحنا الله يرحمهم الله يوفقهم. الله يبارك. بديت وياك بنهر الفرات. الله يبارك. وانت وياك بنهر الفرات. شرفون. شكرا جزيلا. شرفون. يا أجمل فروع من نهر الفرات، أنتم الرائعين، أهل طويريج اللي فعلا دائما نفتخر بكم. الله يبارك. شكرا جزيلا، شرفتونا. أهلا هذا اللقاء. أهلا وسهلا بك أستاذ منتظر الشافعي. أهلا وسهلا. قائم مقام قضاء الهندية المعروفة والشائع عنها بطويريج. شكرا جزيلا، شرفتونا. أهلا وسهلا بك. حسين، هسه انت ايش دا تسوي؟ اسوي عقال. عقال؟ ايه. هذا مثل المرعز؟ عقال مرعز، صح؟ مرعز. ايه المرعز جاي هسه اسويه. ايه. اكو يعني يرغبونه بشعر واكو يرغبونه بلا شعر، هسه هذا بشعر بس شعرته متوسطه. اها. شعرته ناعمه مال مرعزنا يعني مال الشمال. مال الشمال. مال شمالنا ايه. اها. هذا يجي ايه. كصوف يعني. ينغزل وينبرم يصير هذا البيد الأسود، هذا الوجه. نعم. الحقيقي ما العقال. حلو. زين هسه أنت دا تسوي هذا العقال. أي. زين هذا بقياسات؟ طبعا بالربع بالنص بالثلث، يعني أكو تسميات هواي إلي، بس أنا كأبو مهنة أعرف أكو عقال قياسة أربعة. أربعة. عقال قياسة خمسة، عقال قياسة ستة. هذا القالب؟ هذا القالب أعرف بقياس العقال وأثبت بقياس وأعدل به العقال. يعني من دون العقال آخر مرحلة توصل بالعقال. من يبدي من يا رقم؟ يبدي طبعاً من رقم أربعة من الربع. رقم أربعة من الربع كي هو أصغر عقال اللي يعني. هو منا. أي منا تقريباً. هذا يستقر هنا. يستقر هنا. أي يستقر هنا. الحد يا رقم؟ عشرة. عشرة. أي أكو منهن أكبر من هذا القياس. أكبر من هذا القياس. أي. زين هذا شو يسموه هذا اللي انت تسويه؟ هاي تزقاء. هاي التزقاء يبدا بها اول خيط من العقال. اول خيط. اي اول خيط من العقال نبدا بالتزقاء ويطلع العقال من عندها. زين هم بأرقام؟ هي اكيد ارقام هاي يعني قدامك. يعني هسه هي واحد هنا وواحد هنا صارن اثنين. انا دا اشوفك انت مؤشر هنا. اي مؤشر انا هسه هاي تاشيرتي لحد هنا أربعة. هنا لهنا أربعة. شنو اللي اكثر شيء انه انت تشتغله؟ يعني متعودين على كلبسه يعني هنا. أي. رقم 6 رقم 7. رقم 6 اي هذا اي لبس الوسط يعني. أي. ورقم 4. رقم 4 يعني لبس نادر. شلون كعقال كبير كلش، العقال الصغير كلش كلبسه نادره يعني. لبسه نادره قليلين اللي يرغبونه وحسب. آه. يعني المنشا مالته. نعم. الوسط اللي عايش به هو كل وسطه له فد لبس معين، إلى فد رغبة معينة. زين حسين هسه أنت يعني دا تمارس مهنة جدا مميزة وإلها علاقة بالتاريخ العراقي، بالتاريخ طبعاً العشائر. طبعاً. إلها فد يعني تاريخ قديم وما تجي يعني يقدر ما يقدر إنسان قبل يجي يشتغل عقله يسوي هاي المهنة. أكيد. لازم متوارثيها. هسه أنا تورثها عن أبوي.
ابوي تورثها عن جدي، يعني هيك صارت وراثه. انت من شو وقت من بعد راح يتوارثها اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. زين انت من شو وقت بديت تمارس هاي المهنه؟ من عمري 10 سنين. من عمرك انت يا مواليد؟ انا مواليد 95. 95 بالضبط. الله يحفظك ان شاء الله والعمر الطويل ان شاء الله. الله يطول عمرك. زين بالنسبه للدراسه، اريدك تحكي لي عن الدراسه. والله هي ماكو احلى من الدراسه اكيد. اي حقيقه، ولو هسه يرجع بي يعني احاول اكمل، بس هي واحد ظروفها يعني تحكمه. صحيح، هي ظروف صعبه وتدري تعيشها، يعني هي مو هينه اكيد. انت من تطلع تشتغل تريد تجيب لاهلك وين، وتطلع تريد تدرس وتجي لك فارغ وين. نعم. يعني تنوع وليدك فارغه وانت رايح تدرس، عود تتخرج وتتعين وعود يلا ينتظرون يحصدون منك ثمره. صحيح. صعبه هاي. يعني انت اختارت طريق انه انت تمارس هاي المهنه حتى تكون حرفه لك، حرفه صنعه مهنه صنعه. اي بالضبط بالضبط بالضبط. اي كواحد يعني، يعني انت لو بدك تكمل دراسه. طبعا اكمل. انت لي وين تركت الدراسه؟ ثالث متوسط خلصته وتركته. يعني كان من الممكن انه تخلص ثالث متوسط وتطب معهد أكيد. بعد كليه أكيد. او تكمل اعداديه تكمل اكيد. وكان هم لي طموح يعني انا اصير، بس ما صرت. ما صرت. ان شاء الله تحقق كل طموحك. ان شاء الله. زين والدك الله يحفظه هم يعني توارث هاي المهنه عن طريق اللي هو جدك؟ اي عن طريق جدي طبعا. يعني الموضوع ما يعني موضوعكم انه متوارث من جد لحد وجدي وصولك. من ابو وجدي من ابو هم تعلم ما شاء الله. إيه لان هاي المهنه قلت لك ما يجي عليها دخيل الا ابو المهنه فقط. يعني انا 10 سنين مديت ايدي على اقل وسويته، بس قبل 10 سنين انا حوالي 4 سنين يعلمون بيها من صغير. ما شاء الله. ايه ومهن يعني خطوه خطوه. زين وهذا المكان، يعني هذا المكان اللي انت هسه قاعد تشتغل به، ايه والدك هم يعني كان يشتغل به؟ جدي هذا اصلا محل جدي، هو محل جدك ما شاء الله. إيه محل يعني جدك جدي هذا المكان الاثري، هذا السوق هذا الاثري قديم، هذا السوق اثري قديم. إيه زين قديم. انت كشاب ايش يعني لك هذا السوق؟ شنو يعني الهواي؟ انا عشت به هذا السوق. عشت به. عشت به هذا طفولتي كلها انا قضيتها حياتي. ممكن يعني ممكن هسه انا دا استنتج انه حتى اقاربك كمان هناك اصدقاء. طبعا كلها هنا انا كلها. شلون عائلك احنا هنا اهل المحلات يعني. ايه؟ اللي يصير على واحد يصير علينا كل احنا كل احنا هنا انا عايشين حلوه. اكثر شيء يومنا هنا نقضي احنا. واحد يقول لي يروح للبيت ايش عده يعني، شاف مرته جهاله ام وابو صلى لفراسه هنا وغيرها فهنا أنا اقضي يوم يعني اقضي يوم كله هنا أنا. صحيح. اي زين السوق يعني الهواي. ال ال شلون السوق شلونه يعني ك يعني من ناحيه المبيع؟ بالضبط المبيع تعبان. تعبان. اي تعب تعبان. اي السوق مو مثل يعني قبل 2010 2009 2012 2013 يعني. هاي السنين اللي راحت قبل داعش، قبل اللي يجينا داعش وورا داعش هم تعب السوق. يعني السوق حسب الامكانيه يعني هسه انت عندك امكانيه تشتري لك عبايه. شنو اللي اثر يعني دخول داعش؟ شلون اثر سلبي اكيد. شوف هسه هذا العقال مرعزه مين؟ من الموصل يجي. من الموصل. اي صار داعش وين؟ بالموصل. بعد انقطع الغزل هذا اللي انا جاي اشتغله. اي بمكان ما العقال كان ب 10 صار ب 25. اي صار احتكار. اللي عنده مثلا فد بضاعه قيمتها 5 ملايين احتكارها خلاها ب 10 ملايين، يعني من راح يبيعك ب 10 ملايين زادت القيمه، بمكان ما 10 صار ب 20 العقاب. اكيد صحيح. صحيح. دعم زين. دعم للمنتج الوطني ماكو. ماكو. أي زين دعم. اريد اسالك انه مثلا هاي العبايه. ايه. هاي عراقيه مو؟ لا هاي سوريه. سوريه. ايه سوريه. زين واللي بصفها؟ هم سوريه. هم سوريه. واللي بصفها؟ ايرانيه اللي بصفها. زين انا هسه دارت ادور على العراقيه وين؟ عراقيه وين؟ غاليه العراقيه وقليله ماكو يعني. يعني ما عندك عراقيه؟ لا ما اجيبها. يعني عبايه ما تنباع. عبايه ماكو عراقيه؟ هي اكو بس شيء قليل يعني. قليل. شيء قليل. اي زين هذا الشيء القليل يعني له فرق بالسعر؟ اكيد. هسه هاي 35. هاي 35 السوريه. السوريه ب 35، ايه؟ العراقيه 250 وفوق. 250. ايه ربع مليون.
لان الشغل مالتها يعني صعب وما حد يدعم اللي يشتغلها. يعني المنتج الوطني، المنتج الوطني ماله كل دعم اصلا، يعني الغزل مالته يعني ما حد يدوره، يشتغل يغزل يظل تقريبا 6 اشهر ويغزله بالعبايه. صحيح. دور الحياكه مالتها زين، هذا كله بسعر. هاي العبايه اللي وراك سوريه؟ هاي سوريه بس هاي يابانيه. يابانيه؟ اي يابانيه من ناحيه القماش بس. اي بالضبط. اي بس اعزائي المشاهدين، هاي يابانيه عبايه. إيه والخياط عراقي شغل. الخياط عراقي. إيه خياط يعني عراقي. هاي يابانيه قماش وخيط ياباني. ياباني ما شاء الله. هاي تلبس من واحده؟ لا اكيد. لا اكيد. حسين اريدك تحكي لي عن قصه هاي النقشه اللي بالشمال، يعني اعزائي المشاهدين لو تشوفون هاي النقشه. هي بالضبط هاي النقشه تشبه نقشه الصيد، يعني شبكه الصيد. شبكه الصيد. اي فهذا متعلق يعني بالصيد، متعلق يعني مستنبطينه من شبكه الصيد. اي اي يعني عندك فد معلومه انه مثلا تحكي لي القصه شلون صارت، انه مثلا شلون صارت بالشماط مثلا من يطلعون للصيد على مود الشمس او فيها؟ هي بالضبط اكو شبكه يستعملوها مال صيد خاصه بها، واكو شبكه لا يحطون بها السمكه ورا ما صادوها. أي. يحطوها بالمي على مود السمكه ما يعني ما تهرب ما تشرد، فهاي شبكه تصير غلطه اذا ما صايد والشمس حاره. شو يسوي؟ يحطها على راسه الظل. اها اي بالضبط. فهذا فالشماغ يعني مقتطفات من هاي. اي وهنا عندك معلومه حسين. هذا رواج. هذا أها. هذا اعزائي المشاهدين لو تشوفه. هذا رواج. شوفه نشوفه. هذا روج، الروج اللي بالمي. روج المي هذا. هاي الشبكه. هاي الشبكه فكله يعني متعلق بالنهر وبالصيد وبالشبكه مال الصيد. يعني انت مثل ما تشوف هاي شبكه الصيد وهاي انا روج روج المي. اي بالضبط هذا. صحيح. ما شاء الله عندك معلومات كلش حلوه. طبعا هي من اب يعني. اكيد اكيد. إيه؟ من خلال ممارستك هاي المهنة المميزه طبعا. اريد انه زين حسين هسه هاي قولي هاي شنو صناعتها؟ هذا العرقشين. هاي كان بالسابق عراقي بس هسه بعد عراقي ماكو، هاي كلها صيني بيدك. اي صيني. هاي صيني؟ صيني عراقي بعد ماكو انقطع. يا حسين سلام الله على الحسين. يعني الصين دا يسوون عرقشين مكتوب يا حسين. اي تقدر تتاكد ان الماء يعني بيها ماء. اي صحيح 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 صحيح. لون شوف اعزائي المشاهدين هاي لو شويه نشوفها لو تبين هي مكتوبه قل ميد ان تشاينا، يعني حتى بالعراق وبالاصاله مالت العراق الصين. يعني هاي ممكن اي مصنع عادي متكون من غرفة صغيرة، غرفة عادي يسوي، ممكن انه معمل صغير يسوي هاي العرقشين. هي متكونة من قماش وقولة مال ياخة وطراز هاي بس. يعني هاي ممكن انت تسويها؟ انا اسويها. يعني انت تعرف حتى الـ بس اذا سويت تفاصيل. اذا سويتها اجيب القماش واجيب الياخة واطرزها ما ابيعها بخمسة، هاي بلف، هاي الصينية بلف. هاي السنه سويتها عراقيه بحب 5000. لان بمجهودك الخاص مواد غاليه وما متوفر لك المستلزمات الرئيسيه. اي طبعا ماكو. اها اي فما اقدر يعني شغله بجهد تسويها تبيعها بألف ما تقدر. ما لها قيمه الألف. اكيد حقك. إيه. هذا شيء منطقي. اي هاي تشتريها بسعر مناسب تبيعها بسعر مناسب. بلكت هاي تطلع عراقيه خلينا نشوف. لا هم صينيه. لا والله ميد ان تشاينا. هم صينيه واكو ايران. المكتوب اي ميد ان تشاينا. هاي تشاينا زين. اكو ابي انه الخاصه للمناسبات. اكو لو كلهن نفس الشيء يعني. احنا يعني اكيد اي البيضه ترمز يعني الفرح، البيضه الصفر. هاي البيضه. اي فيعني الواحد ينحرج اذا طب لابس بيضه يطب له مثلا قولوا ياي فاتحه
شغلة حارجة. صحيح. حارجة اي فيلبس. اذا بالمناسبات الخاصة خصوصا الاعراس اي تلبس هاي العباية البيضة. صح. حلو. زين. منها الفواتح يلبس منها اللون هذا سحر خستاوي. هذا؟ اي الاسود. يلبسون الاسود اللون الاسود. هذا شنو هذا؟ يعني له مناسبات خاصة باللبس؟ يعني ماشي الدارج هذا. هذا الدارج. بالمشات وبالفواتح بالايام العادية يلبس هذا. والايام العادية هذا هذا همينه. اي اي هذا الالوان ماشي. هذا اني اكيد مو عراقي، هاي سوري يمكن. لا هاي البيدك يابانية. يابانية؟ يابانية هاي اللي هاي اليابانية اعزائي المشاهدين. شوف نزلت من كيفها لان يابانية. لان يابانية. زين. حسين بعد احكي لنا عن هذا السوق. يعني مثل ايش بالضبط؟ يعني شنو الاشياء المميزة بعد بهذا السوق؟ هواي شغلات مميزة بيه وهواي كانت بيه حرف يعني اندثرت راحت. راحت. راحت اي اي منها موجودة لحد الان ومنها راحت. يمكن اقدم حرفة لحد الان هي هاي الحرفة. ما اقدم حرفة اللي هاي اللي انت تتمارسها. انت يا مواليد؟ انا 95. مواليد 95 اعزائي المشاهدين. ويمارس مهنة مهمة عريقة يعني إلها علاقة بتاريخ وأصالة العراقيين. يمارسها حسين من مواليد 1995. طبعا حسين أنا جدا ممتن لك بالخدمة وجدا أشكرك بالخدمة. يعني انطيتني معلومات كلش حلوة ومفيدة وللمشاهد مشاهد قناة الأيام عن طريق برنامج شباب. واحنا نحييك حياك الله ونتمنى لك الموفقيه الجميع ان شاء الله والله يرفع هاي الغمه عن هاي الامه ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين طبعا مثل ما شفنا اخونا حسين يمارس مهنه مميزه جدا لها علاقه باصاله العراقيين. ونروح نشوف فقره ثانيه. الشيخ هادي عبد علي مطرود الشافعي شيخ عشائر الشوافة العام في العراق. أهلا وسهلا بك شيخنا. بكم أكثر. الله بالخير. الله بالخير والعافية. إحنا طبعا هذا برنامجنا يتحدث عن عشائر العراق، وهذه الفقرة أعتقد هي فقرة جميلة في هذا البرنامج. يعني أنا أريد أسألك عن طويريج، ليش سموها طويريج شيخنا؟ اهلا وسهلا وميت هلا باسمي وباسم عشائر الشوافع العامه في العراق. نرحب بقناه الايام، قناه الايام العزيزه، ونشكركم على هذا اللقاء ونشكر حضوركم جميعا. شكرا لك. كلمه طويريج سميت. نعم. كلمه طويريج لها تسميه كثيره. مثلا تسميه طويريج اكو طرق كان طريق دجلة والفرات التقيان مما جعل انه تسمية طويريج. يعني ملتقى طرق. ملتقى طرق اللي هو بالانجليزي ملتقى طرق طويريج. تو واي ريج. نعم تو واي ريج. هاي التسمية مال تو واي ريج حقيقة قديمة يعني. نعم. تسمية وهو هذا مبدأها هذا. نعم. طيب شيخنا باعتبار تو ريج هي خليط من عشائر، تقدر تذكر لي العشائر اللي موجودة هنا وهم أكو أقليات عاشت هنا بالطويريج؟ أولاً العشائر اللي مذكورة هنا عشائر بني حسن، عشائر الفتلة، عشائر جليحة، عشائر قريط، عشائر طفيل، عشائر الجبور، وعشائر الجنابيين، كثير من العشائر. أما الأقليات كانت في وقتها. نعم. كانت بس اليهود كانوا يمتلكون أراضي موجودة في طويريج. نعم. نعم. ما زالت هذه الأراضي موجودة؟ ما زالت الأراضي موجودة ومذكورة. نعم. نعم. اللي هي حقيقة لها علاقة بشراكة مع السادة القزانو وموجودة هي في دوار الطاب وكافة. نعم. زين تقدر تقول لي شيخنا شنو الأشياء اللي اشتهرت بها طويريج من ناحية الصناعية؟
اكو صناعه هنا موجوده بطواريج؟ الحقيقه بطواريج اشتهرت كان اكو معمل نعم. معمل يسمى معمل السكر نعم. هو هذا النقطه الرئيسيه بطواريج نعم. اللي احنا نتمنى من الدوله انه تلتفت لها وتعيد النظر بها، اولا لكثره الصناعات الموجوده وهي صناعه السكر، ما سكر، صناعه الدبس، صناعه المعجون، هذا موجود. وبعدين اكو فد مشكله رئيسيه هي تقدر الدوله تتلافاها، تشغيل البطاله نعم. هذا الحقيقه عن اللي افتهمته يمكن يشغل له اكثر من 1500 او 2000 عامل بين عامل وبين موظف، يعني حال معمل السكر اللي بالعماره. نعم، معمل سكر، هذا معمل سكر ومعمل بفروع، يعني معمل ختم المعجون، ختم الدبس. نعم اي زين. حقيقة تفتقر هذا بالوقت الحاضر الهندية. نعم نعم. الشيخ أكو مقولة هي ركضة طويريج. نعم. هذه مقولة اشتهرت يعني كثيرا بالعراق. ركضة طويريج الحقيقة هي هاي بدأت بعد استشهاد الإمام الحسين وتمثلت بأهل طويريج 1881 81 نعم. هي هاي من مثلت بأنه من قتل الإمام الحسين، وتم أخبار أهالي طويريج في حينه نعم. بأنه استشهد الإمام الحسين فزعة أهالي طويريج نساء ورجالا، فزعة رجالا ونساء إلى كربلاء لغرض المناصرة، لغرض حضوره الشهادة أي مهما جعل أهل طويريج يزيدهم بخطا وحظ وأمنية كبيرة أنه يشاركون في هذه الحالة في حينها، ولكن بعدها إن شاء الله استمروا بهذه الركضة. أهل كربلاء بالنهار يوم قتل استشهاد الحسين، وأهالي طويريج أيضا تم أحياها في ليلة التاسع في قضاء الهندية اللي هو طويريج، ليلة التاسع العاشر نعم من محرم. نعم هم نعم. أيضا وبنفس الازدحام بعدها، بعد الركضة، بعد ما يجرون الركضة ليلا في قضاء طويريج، في ثاني يوم النهار أيضا نفس أهل طويريج يعيدون الركضة بكربلة. وكان ازدحام الركضة الحقيقي هو أهل طويريج من نساء ورجالا، ولهذا سميت ركضة طويريج لأنه موقف مبشر بالخير لأهل طويريج بالمناسبة. نعم نعم. شيخنا أريد أقول لك أكو مناطق أثرية هنا موجودة بطويريج، وهل الحكومة التفتت لهذه المناطق الأثرية؟ مناطق أثرية عندنا خان الربع، خان النص موجودين. خان الربع الخان. موجود هو حاليا في قضاء طويريج على طريق الجدول، قضاء الجدول الغربي كربلاء موجود، وفي خان النص. خان النص أيضا في اللي تابع له قضاء الحيدرية محافظة النجف. نعم. الحقيقة هو هذا يديمونه، يعني كل 6 سنين كل 7 سنين يديمونه، ولكن مو بشكل الحقيقي. نعم. زين شيخنا، احنا نعرف انه طويريج يعني انا سألت اكو معاناة لأهالي طويريج. نعم. من الخدمات، تقدر تقول لي شنو المشاكل اللي يعاني منها أهل طويريج؟ والله مشاكل أهل طويريج اولا هو الكهرباء. نعم. والحقيقة الكهرباء يجب أن تلتفت للحكومة المركزية بغداد. نعم. يعني وليس القضاء. إحنا أكو حالة نستود أنه من خلال منبركم الشريف، منبر قناة الأيام، أكو محطة كهربائية هي اللي حاليا موجودة بقريط، أنه نحب أنه من الحكومة أن تسمع هذا الصوت. نعم. لمشاركة أهالي الهندية في هذه المحطة اللي هي في قضاء الخيرات. نعم. في قضاء الخيرات ممكن انه تخلي اهالي الهنديه واهل كربلاء يستفادون من عندها، مع العلم احنا عندنا معلومات واسعه بانه هذا المحطه غير المحافظه مستفيدين من عندها والمحافظه لم تستفاد من عندها. اللي نرجو من هذا المنبر الحر، منبر الايام، انه تنقله للحكومه المركزيه وينظرون بهذه المعاناه. المعاناه الثانيه، في قبل 10 سنين قامت الحكومة بكري الشطوط وصبها. نعم. يعني صب الشطوط، والحقيقة من صبت الشطوط كانت الشطوط عريضة، بس من صبت كانت عرض كلش بسيط، مما جعل موت الأراضي بهذا السبب، وهو من عندها شط ملة، من عندها العيوج، نعم من عندها واي شطوط. هسا
انحرمت آلاف الدونمات من الزراعة بسبب هذا الصب. هذا الصب لأنه الصب كان الشط عرضه ما يقارب 10 أمتار و16 متر. نعم. سووه 3 أمتار والثلث أمتار ما وصلت ربع الشط. نعم نعم. فإحنا نطلب من جهات المختصة الري وزارة الري أنه تنظر بهذا المنظار وتنظر للشعب، والشعب الحقيقة يعني أكثر فلاليح وأكثر. نعم. نتمنى من حكومتنا أن تسمع هذا النداء أو هذه الاستغاثة وأن تلبي طلبات أهالي إطواريج لهذا المطلب. نعم. الحق أنا أعتقده. أيضا أريد أسألك شيخنا عن عشائرنا. نعم. باعتبار احنا ادنى عشائر شاركت في ثورة العشرين. نعم. تقدر تقول لي اكو من سلالتكم؟ نعم. ومن اجدادنا. نعم. انه شاركوا في ثورة العشرين وما هي مآثرهم بهذه الثورة؟ الحقيقة كانت بثورة العشرين كان الانجليز في شط الكوفة ومستهدف الكوفة لانه الكوفة مو معاصرين لهم او مو مناصرين لهم. نعم. فقامت القوات البريطانية برمي الكوفة رمي غير إنساني، مما جعل أحد جاود الشوافع يأخذ رسالة يوصل رسالة للجنرال البريطاني في وقته وأوصلها إلى الجنرال البريطاني، وقال للجنرال البريطاني رغم شراسة الموقف أنت أوصلت هذه فأنا أكون ممنون أنه أسحب القوات. وطبيعي هي مشاركة الشوافع، والشوافع شاركوا مشاركة فعلية في كل المحافظات، في محافظة النجف وفي محافظة وفي قضاء الشامية وقضاء المشقاب، ومن ناحية يسمى ناحية الشافعية اللي حاليا موجودة في محافظة الديوانية. نعم نعم. شيخنا يعطيك الصحة والعافية. الله يستر عليك. وأنا كل سعيد أنه التقيت. الله يستر عليك. الله يوفقك. لأنه أنت تستحق المقابلة وتستحق الظهور. الله يستر. ولما لهذه المعلومات من أهمية للقناة أو للناس أجمع. فبارك الله بك، وأنا أشكرك على ضيافتك، وفرصة سعيدة أن ألتقي بك مرة ثانية. أكرر شكري وتقديري واحترامي إلى قناة الأيام والأخ العزيز ضياء الدين سامي. يعني ضياء الدين سامي، وأشكر المخرجين وأشكر المقدمين للبرنامج على هذه الفرصة، ونتمنى لهم التوفيق في عملهم والتوفيق في مسيرتهم هذه لإيصال المعلومات إلى الحكومة، ونتمنى للجميع التوفيق وشكرا. أنا ممنون منك شيخ. نختتم حلقتنا لهذا اليوم ونلتقي في حلقة جديدة من برنامج شباب.